البنات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الموضوع ديال القبه اللي هو حمايه الاطفال. كانت من هذه فتره اليوتيوب صيفطات لنا ايميل في الجيمايل بان ضروري تردوا على الاسئله بان المحتوى ديالكم خاص بالاطفال او ماشي خاص بالاطفال وتجاوبوا عليه. ولهذا كنقول بان بزاف الناس الاغلبيه ما عطاوش اهميه هذا الموضوع، ولكن في اضرار كثيره وفي مشاكل، لان ممكن تسبب لهم في اغلاق القناه، حظر سميتو التعليقات. البنات هنايا باش ما نطولش عليكم، كتدخلوا لجوجل، جوجل كروم، كديروا هاد يوتيوب سيت ويب بحال هكايا، كتدخلوا ليه كتلقاو اول حاجه او المهم كتقلبوا عليها اللي هي يوتيوب داشبورد. هادي كتدخلوا لها بحال هكايا، كتجيب لكم اوتوماتيكمون هاد لاباج اللي هي ديالكم، القناه ديالكم. كديروا دخلوا هنايا، كتلقاو هنا الفوق او تحت على حسب، كتلقاو هاد العلامه ديال ان، هاد ان يعني نيو. كديروا فيرسيون اللي هو الكمبيوتر. انا ديجا عندي دايره هنا، يعطاني فيرسيون موبايل، يعني عندي على سطح الكمبيوتر. اللي ما عندوش كيقلبها بحال مثلا، غادي نقلبها رجعها موبايل وغادي تشوفوا ها انتما هنايا، غادي نقلبها مكتب، على سطح المكتب، كانكم على جهاز الكمبيوتر تماما. كاينين هنايا الاعدادات، ها هو هاد الاعدادات، هذه كتدخلوا لها، كتعطيك القناة وكتعطيك اعدادات عامة، قناة اعدادات تلقائية، كتدخلي القناة. فاش كتدخلي القناة كيعطيك المعلومات الاساسية ديال القناة ديالك، وحدها اعدادات متقدمة او العلامة التجارية. حنا غادي نضغطوا على الاعدادات المتقدمة. هنايا فاش كيجيكم السؤال اللي جاكم في الايميل، اللي جاكم في الجيمايل، هل تريد تصنيف قناتك على انها مخصصة للاطفال؟ انا ديجا درت هنايا يعني اللي عنده محتوى مخصص للاطفال يضغط على نعم اريد تصنيف هذه القناة على انها مخصصة للاطفال. واللي ما عندوش، ما عنده حتى علاقة بالاطفال، ماشي يعني حيت انتي كديري الفيديوهات او نتوما كتعملوا فيديوهات ممكن يبانوا فيهم الاطفال، يعني هذا ماشي ضروري، ماشي يعني نقولوا بان هذا مخصص للاطفال. المخصص للاطفال هو ان قناه خاصه فقط للاطفال فقط. يعني من ضمن المشاكل ممكن انتيا ما تضغطيش على لا اريد تصنيف هذه القناه، ما ديريش، ما تعطيش اهميه هذا السؤال، وديري فيديو، ديري فيديو ممكن يبانوا في وليداتك. ديك الساعات اليوتيوب هي اللي كتاخذ الاجراءات بالجواب عنك، وكتشوف بان هذاك الفيديو خاص بالاطفال وانت ما جاوبتيش، ممكن يبلوكيه لك، ممكن يحيدوا لك التعليقات كيف ما قلت في الاول. وممكن نتمنى هذا الفيديو فاتكم، ونتمنى هذا الفيديو يعني نتمنى انني كنت وصلت لكم الفكره او فهمتوا مني وما توقعوش في اخطاء. ودائما كنقولها لكم، شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم بسلامه عليكم.